الوحدة دي، الأسرة دي، ممكن يبقى لينا وميض ينتشر في منطقة سيكل. ممكن نحول حياة رجالة وستات من حياة كاملة متأثرة بالمرض إلى حياة منطلقة. عندي أمثلة، مش عايز أضرب أمثلة، بأشخاص معروفين، معروفين في المنيا ويمثلوا وظائف كبيرة في المنيا. كانوا عندهم مرض الفيروس سي، وربنا سبحانه وتعالى كرمهم، وانا بخلال تعاملي معاهم انطلق في العمل وبقى طاقتهم مضاعفه. رئيس الجمهوريه قال مصر عايز تبقى مصر خاليه من الفيروس. فاحنا طبعا يمكن اول محافظه طبعا بتوجيهات السيد المحافظ، والكلام ده لنا حوالي 4 شهور شغالين فيه على اساس ان احنا دي حمله يعني اجتماع تحضيري اللي تبقى المنيا خاليه من الفيروس. وفي تتضافر جهود الجامعه مع الكوافر الطبيه لوزاره الصحه ومنظمات المجتمع المدني ورجال الاعمال. يعني عايزين نهتم